أنا خضر فيصل مكاوي ابن بيروت. بيروت الأبية الصابرة الحاضنة الوفية. اسمحوا لي افتتح هالكلمة بتحية إلى شعب 14 آذار، تحية لكل شخص نزل على الساحة بدءاً من أول مسيرة انطلقت في 21 شباط 2005 من أمام فندق الفينيسيا. كانت للتعبير عن الغضب والحزن الكبير بفقدان شهيدنا شهيد الوطن رفيق الحريري. تحية أيضاً إلى كل شخص نزل بكل مسيرة وتجمع بعد سقوط كل شهيد من شهداء ثورة الأرز. نعم، ثورة الأرز ثورة بداية الربيع العربي. ما في أي شخص إلا ليتوقف على القليل من الناحية الإنسانية. تحية إجلال بيعجز عنه الكلام لشهداء وأحياء ثورة سوريا. اليوم بهالمناسبة الكبيرة عم بحكيكم كشخص اشتغل بهيئات المجتمع المدني. البداية كانت من فاجعة 14 شباط. كان عندي خيارين، ارجع هاجر او جرب اشتغل على الارض لحاول افهم او اتقبل اللي صار. لكن لا فهمت ولا تقبلت. الخسارة كانت كتير كبيرة. بس التعاطي من خلال المجتمع المدني قربني من الناس وتعرفت على كثير من الأشخاص اللي أعطوني أمل إنه البلد بعد فيه أمل. بداية العمل كانت من ساحة الشهداء، ساحة الحرية. بدأنا بخيمة والخيمة صارت مخيم، بس هالمخيم كان حضاري، لسكرنا طرقات ولقطعنا أرزاق العالم. وبقينا 65 نهار بالساحة، والأشخاص كانوا من جميع الأطياف والأديان، والهدف كان واحد. أنا على الصعيد الشخصي هاجرت من لبنان 3 مرات بحروب 77 و89، وآخرهم كان بال 2008 بحكم الوضع الأمني والاقتصادي في البلد والمجالات الضيقة للعمل. بس بأكد لكم إنه أنا وكثير من الناس ناطرين الفرصة لنرجع على بلدنا، وما فينا نتخيل أو نتقبل بلدنا غير سيد حر ومستقل. وهالحقيقة ضرورة، والعدالة ضرورة، والمسؤول عن الإجرام اللي صار لازم يتعاقب لحتى هالنوع من الجرائم ما يتكرر بلبنان. والعدالة ما حتعمل فتنة إذا كنا صادقين مع أنفسنا والوطن. كنت دايماً اسمع عند أي نشاط عم نعمله إنه هالشغل ما بيفيد، والبلد مقسوم وفي شيء وما في شيء بيجيب نتيجة. صحيح الوضع صعب والانقسام بالرأي موجود، ولكن شو العمل؟ الحل من وين؟ ما فينا ننطر الحل من الدول الصديقة وغير الصديقة. الحل ما بيكون إلا إذا اتحدنا وساعدنا بعض ومدينا إيدينا لبعض. المهمة صعبة بس ما في حل تاني. اللبناني بالاغتراب خلاق ومبتكر ودايماً بيلاقي الحل. حتى البعض عم بيساهم حالياً بإعمار وتطوير البلاد الموجود فيها. علينا نعطي فرصة لهالمجتمع المدني بالداخل والخارج إنه يرجع ويبني البلد على جميع الأصعدة. بدي أخبركم عن حادثة صارت معنا بعد حرب تموز 2006. بعد توقف القتال وعودة أهلنا بالجنوب على بيوتهم، طلع وفد مؤلف من عشرات الأشخاص الفاعلين بالمجتمع المدني ليعملوا جولة تفقدية على عدة ضياع لتقديم الحاجات الإنسانية. عند الزيارة الثانية جرى تقديم مساعدات معينة من تنقية المياه وقطاعات حياتية أخرى. الناس صارت تسألنا أنتم مين ولشو جايين ولمين تابعين؟ الصدمة من الناس اللي تعاطينا معها كانت كبيرة، والسبب هو التقصير الكبير من ناحية والتضليل والتعتيم من ناحية أخرى. بس بالرحلتين قدرنا نبني علاقات وصداقات وكسرنا الحواجز، ونفس الشيء تكرر بعكار وجبل عكروم. الطريق طويلة
ومليانة بالعقبات، بس نحن مستمرين. بلدنا بيستاهل وإله حق علينا. بدنا نذكر إنه اللي بدأ مسيرة 14 آذار هن الناس، الناس اللي نزلوا من تلقاء نفسهم بدون ما حدا يطلب منهم، ورفعنا شعار استقلال 05، وبعدين السياسيين لحقوهم. نحن منطلب إنه ننعطى فرصة للمشاركة بالتغيير مش بس بالتعبير، ومثل ما أسسنا مرحلة 14 آذار منأسس سوا مرحلة جديدة منكمل فيها الطريق اللي بدأناها. عشتم، عاشت ثورة الأرز، عاش الربيع العربي، وعاش لبنان الدولة الواحدة الموحدة. وشكراً.